السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو اليوم ان شاء الله غنكملوا فيه سلسله الاسئله والاسئله. قبل ما نبداو كنبغي نشير لواحد الحاجه. بزاف ديال الناس كيقول لك هذه القضيه صحيحه، هذه القضيه غلطه. حنا كنهضروا الى جاوبت على شي سؤال فانا كنجاوب عليه من خلال التجربه ديالي. الا كنت غلطت شي غلط فهو من خلال فاش كدير الفيديو. انا كما كنقول لكم الفيديو راه ما كنقطعوش، ما كنشوفوش كاع، كما كنديروا كنلوحوا، يعني ما كنقلبوش. يعني الا كان شي خطا فحنا هنا باش نصححوا. انا قلت لكم بان هاد القناه هذه في يوتيوب بحال شي جروب ديال الفيسبوك كنجمعوا فيه حنا الخوت باش نصححوا لبعضياتنا. الا كانت 99% ولا 95% ديال المعلومات صحيحه وواحد 10% غلط فحنا راه ماشي اله. راه الا دخلتي للسيت ديال الاوسلندر بيورد ديال المكتب الهجره راه كتلقى اغلاط. كتلقى مثلا الا بغيتي تاخذ الكارطه بطاقه الاقامه الدائمه خاصك غير ادزفاي في اللغه هي ربي اينز. بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال كيكونوا في السيت، بزاف ديال الحوايج غلطين. الا بغيتي تجدد خاص يكون عندك على الاقل ادزفاي وهادشي ما كاينش. الا بغيتي تاخذ بطاقه الاقامه تبدل بطاقه الاقامه الدائمه وتخبر الوراق ديال العام خاصك على الاقل يكون عندك الادزفاي وهادشي ما كاينش. كاين بزاف ديال الاغلاط، يعني حنا ما غنقدروش ابار لي سيت هذوك راه عامرينها بالاغلاط. حنا هنا باش نصحوا، حنا هنا خوت اللي بغى يقول شي حاجه زعما راك غلطتي ولا شي حاجه يقولها بواحد الطريقه اللي هي لابقه. حيت انا هنا ماشي مركز ارشادات، انا راه كنبذل غير مجهود، كنخسر الفلوس من جيبي ومن رزقي. وهاد القناه راه ما كنصور منها حتى ريال، راه كنديما كنقولها كنطلب التفاعل، ما كاين لا تفاعل. هاد القناه ما فيها لا تفاعل لا حتى شي حاجه، يعني راه حنا شي خوت ولفناهم وشي صحاب ولفناهم كنبقاو نديرو لهم فيديوهات باش نهضروا معاهم في الكومنتات. اما هاد القناه هادي راه ما صورت منها والو، خرجت ليا على صحتي، دارت ليا ستريس، دات ليا الوقت، خسرت لها زباله ديال الفلوس. كما كتشوفوا راني واصل واحد 4000 اورو وما مصور من هنا حتى ريال، باش يزيد واحد اخر عاوتاني يعايرك ولا يشتمك من الفوق وانت كتسنى غير الله يرحم الوالدين. راه ما الواحد راه كيتقلق، داكشي كيشدك الزبل وكيلوح وكيقول لك انا مالي، بغى يجي اللي بغى يعرف يعرف، اللي ما بغاش يعرف اللي بغى شي حاجه يمشي يقلب عليها في مكتب الهجره. يعني الخوت حنا كنصابرين على قبل شي ناس زوينين، اما كون كانوا على قبل شي وحدين راه كنا سدينا هاد القناه شحال هادي. يعني ما غنبقاش نقول لكم حتى ابوني ولا اشتركوا في البايج فيسبوك ولا ما غنبقاش نقول هادشي. هذا اللي بغى يشترك يشترك، اللي ما بغاش يشارك كاع علي يشارك. المهم نبداو السؤال الاول باش نجاوبوا الناس الزوينين اللي محتاجين، حيت كاينين شي ناس مساكن محتاجين. اما كون كان جا في توجه وشي بوزبال راه ما نسدو ديال مواد القناه، حنا كاع ما عندنا ما نديرو بها. السلام عليكم، عندي سؤال من فضلك. عندي اقامه اسبانيا 5 سنوات لارغا دوراسيون، ولدي عنده الجنسيه الاسبانيه، واش حتى انا عندي الحق نخدم وناخذ ورق على حساب ولدي في المانيا؟ هذه اسئله قديمه وكاينين شي ناس هنا في القناه عارفينها وكيقول لك حنا طحتي في النمطيه وكتبقى تعاود لينا نفس الاسئله. ماشي كنعاود لك نفس الاسئله، كاينين شي ناس راه ما شايفينش الفيديوهات الجداد وما عندهمش الوقت باش يشوفوا هما 200 فيديو، يعني راه خصهم يتسناو حتى يطلع لهم. حنا كنعطيوهم الجواب في نفس الوقت وبنفس الطريقه في نفس الوقت. كي السؤال كيتجدد وكتسمعوا بطريقه اخرى وشي حوايج نقدر نكون انا ما قلتهمش نقدر نعاود نقولهم. بالنسبه لهاد السيده اللي عندها قدره السن ديال 50 ولا عنده جنسيه، فكاين قانون يعني ممبر او فاميلي اي او، كما هذاك الراجل اللي مراته عندها الجنسيه كيجي كياخذ على الاوراق، فتا هذه ولدو هو عنده الجنسيه كياخذ على الاوراق. هاد هي في الاوراق ديالها راه مكتوب عليها، عندها مكتوب ممبر او فاميلي اي او. بالنسبه للناس نيت هاد السؤال هذا بغا نركز عليه. جا واحد البارح قال لي وهذيك المره قلت لينا الا كان الواحد عنده عام ومراته عندها الجنسيه ما يقدرش هو يخدم، خاصو تاي تخدم مرتو تصايب ليه هو الوراق. القانون تبدل دابا ولا حتى هو يقدر يخدم، حتى هو اللي يخدم. هذا الشيء كان في 2019 ذاك الفيديو، حنا راه دابا في 2020، في 2019 الناس راه كانت كتدفعها ب 80 ساعه. المهم هذا السيد هذا طلب نجاوبي على السؤال، كانت من بعد في 2020 داروا الا كانت عندك اوراق عام حتى تكون عندك الاولاد عاد باش تقدر. الا ما كانوش عندك الولاد خاصك تخدم، الا كانوا عندك الولاد تقدر تخدم نتايا. دابا لا، دابا كانوا عندك الاولاد ولا ما كانش عندك الاولاد انت تقدر تدبر على الخدمه وتمشي تخدم، ماشي ضروري تخدم هي. يعني راه القوانين كتبدل، حيت دابا الوراق كانوا كيمشيو لبرلين في الاول، كانوا كيمشيو لبون في 2013 كنتي كتسنى الوراق يجيوك، 2012 كنتي كتسنى الوراق يجيوك من بون. دابا من بعد تحاولوا ولاو كيمشيو لبرلين، برلين داخل سير تبقى وجه مكسر عليهم هاد الوراق اي او. علاش هاد الوراق اي او بطاقه الاقامه الدائمه الطاليانيه ولا الاسبانيونيه لارغو دوراسيون فيها المشاكل بزاف، وكل كيلغي بالغاه، وكل ولايه كدير داكشي اللي بغات. يعني وكتسمع هنا 1700، هنا هذا تيرا ب 1200، هذا تيرا غير بيت لاخر خاص طلبوا ليه دار فيها 74 متر كاري، هذا طلبوا ليه 1900. يعني راه الولايات كتختلف المشاكل، هما ما عارفينش، ما عندهمش قانون موحد. واغلبيه في الاوسلاند بيورد ولا مكتب الهجره راه كتلقى البراكتيكانت كيتمشي عندهم على قبل الكارطه كيجبد الكتاب وكيبدا يقلب على القانون كيفاش غادي يدير يتعامل معاك. يعني راه
يعني الا كنت شفت درت اخطاء راه معذور، الا كنت الدوله براسها ما عارفاش راسها كدير، كيفاش بغيتيني انا نجاوبك؟ انا هذه القناه هي بحال محطه، خاصكم تحمدوا الله عليها، لان الناس كاملين ديال الالمان كيعاودوا التجارب ديالهم كيقول لك حتى المنطقه. انا في منشن، انا كنقول لكم هذاك راه في منشن اش داروا معاه، انت كتعرف ديك المنطقه كيفاش كتعامل، يعني الواحد خاصو يحمد رب الله ويقول شكرا الله يرحم لك الوالدين، كتضيع وقتك واخا عندك الاولاد، عندك ثلاثه الاولاد وخدام كتخدم 8 السوايع وكتجي وكدير لنا فيديوهات، واش عرفتي شنو هي تخدم 8 السوايع وتجي دير فيديو، تفيق مع 4 الصباح كتسالي مع 2 ديال العشيه كتجي خاصك ترتاح، خاصك دير فيديو، الفيديو راه ما ساهلش، خاصك تجبد اليوتيوب وتقيد الاسئله ديال الناس، وتجبد الفيسبوك وتقيد الاسئله ديال الناس، وتقاد الكاميرا، وخاص يكون عندك ماتريال، والماتريال بالزباب ديال الفلوس، وعاد باش تشد وقطع وقاد ولوح باش يجي واحد ويقول لك وانت هاك تخربق، يلاه هضر مع هذا، راه حشومه بنادم خاصو قبل ما يخرج العيب، العيب راه ساهل باش تخرجو، راه العيب دغيا كيخرج الانسان ما فيه هذا، راه الوعره هي باش ترجع لك العيب مع عمرو كيبقى يرجع. المهم هاد السيده هادي اللي عندها لاركودورا تسين ولدها عنده الجنسيه، يعني تقدر تصايب اوراق على ولدها، خاصها تجي تلقى غير خدمه وكتمشي تدفع، ولدها خاصو يكون معاها هنا، ما خاصهاش تخليه في سبليون حيت كيطلبوا ليها الباسبور ديالو. السلام عليكم اخي، الاخ عبدو، عبدو المهم عبدو باللوط، السلام عليكم اخي، شكرا على المعلومات، انا دخلت لالمانيا عندي جنسيه، لقيت عقد عمل، واش يمكن لي ندفع لمراتي وولادي؟ عندي اقامه ديال، عندهم اقامه ديال 5 سنوات. بطبيعه الحال انت الا عندك الجنسيه مباشره كتلقى عقد عمل وسكرو كتمشي تدفع لمراتك ولادك، مراتك كتاخذ 5 سنين، ولادك ياخذوا كياخذوا عام ولا مع سنتين، المهم عام ولا عامين، خديروا له الوراق ديال 5 سنين ما كياخذوهمش حتى كيديروا 16 سنه. السلام عليكم اخي، حنا في فوبرتال فقط حنا بالنسبه للجنسيه في فوبرتال فقط 6 سنوات ونصف، لازم عقد دائم ويكون عندك بي اس ويكون عندك اورينتال كورس. هذا السيد هذا كيكتب واحد السؤال في ذاك الفيديو اللي كنا هضرنا عليه ديال كيفاش دير الجنسيه في المانيا، حيت انا كنت الجنسيه كنت قلت لكم خاص تكون عندكم 8 سنوات، حنا كنهضروا بصفه عامه، ولكن كاينه واحد الحاله الا كانوا عندك دبلومات عليا، ولا كان عندك مثلا الماجستير ولا لا ليسونس شي حاجه، ولا شي دبلوم عالي انجينيور انفورماتيسيان ولا تكنيسيان ولا شي حاجه، ولا دبلوم في ميكانيك ولا شي حاجه، فهم كينقصوا لك، كيبقاو ينقصوا لك حتى كتقدر تولي 6 سنين ونص. يعني حتى انا فاش مشيت عندهم كانوا قالوا لي، ولكن انا حسبوا لي 8 سنين حيت ما عنديش دبلومات عليا. هذا السيد هذا قال لك لا حنا في فوبرتال غير 6 سنين ونص، ربما هذا السيد هذا اللي خدم جنسيه اللي قال لك راه 6 سنين ونص راه عنده شي دبلومات عليا، يعني ما خصناش نبقاو نقارنوا ريوسنا بناس اخرين، خاصك تعرف الخبايا. انا الجنسيه ماشي جيت وهضرت عليها، انا الجنسيه خديتها ماشي جيت وكنعاود لك عليها، سامع انت دابا غير سامع، سامع وجيتي كتعاود لي انا، انا ماشي ما سامعش، انا الجنسيه درت الطلب ديالها وجمعت الاوراقها وشديتها انا ولادي، عاد باش جيت هضرت لك عليها. اما راه كنقدر نهضر على الجنسيه 10 سنين فاش جيت لالمانيا، ندخل نقلب في القانون في اليوتيوب ونجبد لك القوانين ونبدا نخربق عليك، حيت القوانين راه تخربيق، راه انت كتمشي دير الحاجه عاد باش كتعرف شنو كاين. قال لك خاصك ضروري بي ان وخاصك ضروري اورينتور كورس، هذه ماشي شي حاجه جديده، وقال لك حنا في فوبرتال في نورث فيستفالنا واحد ورتموند وكذا غير 6 سنين ونص، راه القانون عام في المانيا 8 سنين، هاد 6 سنين ونص راه كما قلت لك هاد السيد اللي دار في 6 سنين ونص راه عنده دبلوم عالي ولا لاجئ، حتى اللاجئين كيعطيو لهم على 6 سنين ونص. الحسين النجمي، موفق اخي عبد الله، سمعت باللي النظام الصحي في المانيا خاص، وفي حاله العمليات الطبيه الغاليه خاصك تكون مؤمن، يعني خاصك تكون داير لاسيرونس، والا كتخلص التكاليف من جيبك. بطبيعه الحال الا ما كانش عندك لاسيرونس، المانيا لاسيرونس بريفي ما كاينش لي ميتيال بحال فرنسا ولا بحال المغرب، هنا كتجي كتخلص لاسيرونس، كيفاش كدير هاد لاسيرونس تخلصها؟ ما تقدر تخلصها بريفي حيت غاليه عليك، انت ملي كتخدم كتمشي ديكلاري راسك في لاسيرونس بانك خدمتي، لاسيرونس كيبداو يحيدوا لك من البيلتان دو باي من الخلاص ديالك واحد 30% ولا 35%، واللي مخدمك كيخلص عليك 65%، وكتملي مسوري، يعني كتقطع لك بالنسبه لواحد عنده عائله غيخلص ما بين 200 او 150 حتى 200 اورو 220 اورو. ومع ذلك ملي كدير عمليه كبرى فانت الا بقيتي في السبيطار مثلا واحد 20 يوم كتخلص تقريبا واحد 10 اورو كل نهار، كل نهار كتخلص 10 اورو كتخلص هذه من جيبك، ملي كتخرج من السبيطار لاسيرونس ديالك كتصيفط لك تخلصها، بعض المرات كيحيدوها لك، بعض المرات كيقول لك ضروري انك تخلصها حيت انا خلصتها، انا جوج مرات نعست في السبيطار شهر خلصت 220 ومرات انا هذه دابا الاخر خلصت شي 230 واقيلا تقريبا، يعني كنقول لكم شي حاجه اللي مدوزه ماشي شي حاجه اللي سامع لها. اما اللي جيتي من اوروبا خاصك تجيب معاك ديك بطاقات بحال دابا في ايطاليا كارتا سانيتاريا اوروبي،
ولا في سباليون خاصك تجي معاك كارطة سانيتاريا وتكون اوروبي، وهذيك ما كيقبلوهاش في العمليه الكبرى وفي الولاده وداك الشيء ما كيقبلوهاش ليك، هذيك كيقبلوها لك في الاسعافات اول في البرونتو سوكورسو، في الاسعافات في الطوارئ الا مشيتي تجرحتي ولا فك السخانه. اما عند الطبيب، الطبيب غتمشي بريفي غتخلص فلوس 80 اورو 70 اورو. البنت راه تجرحات ما عندهمش كارطه سانيتاريا اوروبي، خلصت 220 اورو ثلاثه ديال الغرزات. يعني كنعاودوا لكم حنا التجارب مع الناس راه سنين، ماشي كيجي واحد كا كيسمع بحال واحد قال لك اه لا مراتك الى عندك كان عندها الوراق ديال العامين وانت جيتي لهنا بالكارطا ايليميتاتا ولا كارطا لا غير لا دورات ولا ما تقدر تجيبها معاك واخا عندها البيرميسو ديال العامين. شكون قال لك؟ ما كايناش هاد القضيه هذيك. كاع الناس راه معنا السي مصطفى هو في ممشى متعذب واحد العامين 3 سنين عامين باش عطاو الوراق بزاف المحاميين، وواحد السيد راه 3 سنين ما عطاوش، قالوا لي ما تجيبش مرتك وجابها. العام الاول ما خاصكش تجيبها، من وراء عام تقدر تجيبها، من وراء عام كان في الاول كان غير التجمع، في الاول كنتي كدير ضروري التجمع العائلي، كدير تجمع العائلي. دابا كاين شي مناطق من وراء عام كيقول لك جيبها الا كانت عندها الكارطة، كاين شي مناطق واخا ما تكونش عندها الكارطة كيقول لك جيبها، بحال دورتموند كيقول لك جيبها واخا ما تكون نوت في الصالون هادو كيتسامحوا فيها كيقول لك جيبها. كاين شي مناطق لا الا ما عندهاش الكارطة خاصها ضروري دير تجمع عائلي من القنصلية. احنا هضرنا على هاد الحالات هادو بزاف، كل حالة هضرنا عليها بوحدها وسيرتو في الجروبات واتساب، هادشي راه خمج يعني كاع ما بقينا كنهضروا عليه. المهم الاخوت نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.